كان يعمل يعني لويداتسوس كان تيعمل وكان يخوفني أنا، كان تيقول لي ها إلا ما تكونش مليحة نعمل لك هكذا وصافيك ورد بالك، كان يخوفني. آخر كان يعمل، وبابا من الأول ما حبش باش يكون يعمل هكذا، تيقول له ابني حرام ابني ما تعملش هكذا، زي كان يعمل هكذاك من الصغر ديالو. تعلم هو تعلم هناك تعلم، وكان موري مليح. بنا نجيو لإسرائيل قالت له ماما بنين يا زي تمشي معنا ليروشالايم، قال لها أنا لا أنا عندي المودع ديالي، كان قادر في حال ليروشالايم، كان له أنا عندي المودع ديالي ما نخليش تلميذين وما نخليش. وكانت هناك واحد المرأة كبيرة وما عندها لا أولاد لا والو، وكانوا يمشيوا كما تلميذين، كانوا يمشيوا لعندها يباركوا لها الجيفين ويعملوا لها موتسي، وكانوا ياكلوا ويشربوا. وقال لها واحد النهار ماما حبتي انتينا يهربوا لك الاولاد ديالك ويهربوك وتبكى بوحدك في الدار. قالت له علاش ابنيني؟ قال لها هذيك عندنا واحد المراه ما عندها حتى واحد غير حنا اللي تندخلوا عليها للدار، هاز نخليوها ونمشيو. قالت له ابنيني انا قلت لك الا حتجي معنا باروخ بابك، ما حتجيش معنا الله يعاونك. وتوزمان هو قال لها الماما واخا دابا نجي معكم، رسمته في الديبار باش نجيو لاسرائيل. كنا في المغرب، عود كنا في المغرب، سمعنا باش قادير دخله مشى قادير، هو وجعوا كلبو غير على هذيك المرأة. كان تيقول كواحد لوليد ولد وحيد كان يعرفه هناك، هذاك هو دي عقل عليه على ذاك الولد. ريتي لو كان ما زيتش معنا وبكيتي هناك فنسيبوك دابا، قال لها كل واحد والمكتوب ديالو. قالت له يا ريتي روشالايم اش عملت لك، انت جيت لي روشالايم انت فكتي راسك. دي جينا من المغرب جينا لكازابلانكا، هما كانوا من كازابلانكا، وتلاقينا في تصرفات كانوا هما، وكنا حنا حتى زاد ديبار جابونا حنا وجابوهم حتى هما، وهما سكنوا في مصاف حدا المصاف ديالنا. وكنا المصابين كنا نمشي شي تيمشي لعند شي مواخي مخيوط، كانوا تيمشيو في العقلوت بالسوس كانوا يمشيو شامايك. هناك هي أمه حبت تولد وحده في المصاب ديالنا وتيعرفوها، وجاو المصاب وهناك راوني هناك، وكانت تسولني شكون انتينا وشحال عندك في عمرك ومنين جيت واش مماك واش مبوك وذي. قلت لها كلش انا ما نعرفش علاش. مشيت للدار قلت لها ماما واحد المرأة تتسولني شحال عندك واش كيف امك وبوك، قلت لها كلشي. قالت لي يا بنتي هذيك يهودية ديالنا، ويلا قلت لها ستخاف ما عندك مناش تخاف. دابا مشيت للمصاف ديالهم، قالت له الدود ديالها هي لا دود راف، كان عندها الدود ديالها، قالت له عمي سالوم رينا واحد البنت، ودابا الا تقدروا تمشي معنا للمصاف ديالهم نخطبوها. والو ما نعرف والو. قال لها واخا كل يوم تحبتي تمشي ونمشيو. كانت واحد المراه هناك ساكنه معنا كانت تمشي للمصاف ديالهم كل كل مرة تتمشي وتجي بيرلا، ويا جات لعند ماما قالت لها عيشة حبي يجيو يخطبوا تمر بنتك. قالت لها شكون قالك؟ أنا ما نعرف والو، أنت بنتي ما تعرف والو. قالت لها ما حبوش يقولوا لك، ودابا هاني أنا قلت لك، ودابا يجيك الخبر، دابا يجيو يقولوا لكم. وعاد ماما ما كانش فحال دابا، عملوا العقود وعملوا
عفوت وعملي كل شيء باش يصبروهم يدلشوا ياكلوا ويشربوا. وعاد مرت قالوا لي هذا العروس ديالك. انا ما فرحت، علاش؟ ما نعرفوش، كنت نراه في فرنسا، كان معنا في فرنسا، فما نعرفش. قالت لي امه ابنتي ما تخافش، احنا في حالنا في حالكم، الا شفت الحال عجبك والا ما عجبك الله يهنيكم والله يهنينا. هادي بيرلا كانت تقول لي تمار هادوك مشبحة مزيانة، مشبحة دتين، مشبحة مخبادين زي عمرتي ليلى من المجال ديالي اللي يجيبه، ولا ماشي من المجال اللي يعبيه. عزبي مات تملكنا بحركة خزوجنا، زوجنا في روشالايم، زوجنا في روشالايم، وخلاك لي الولد هناك في روشالايم بعد ساعة بخور، وجينا لعكو ولدنا الأولاد هنا والبنات في عكو. عندي زوج البنات وأربعة الأولاد.